شوفوا هذه الوصفة مرة أولادكم حيحبوها، أنا أولادي بالعافية مرة يحبوها. قبل يروح المدرسة أعطوهم منها كده، هي الكور تحطوها في برطمان وكل يوم أعطوا أولادكم منها مع كاسة حليب أو كاسة لبن، تدفيهم تديهم طاقة تنشطهم مرة لذيذة، حتى لكم أنتوا حتعجبكم. طيب أول حاجة راح نحتاج لشوفان سريع الطبخ، المقادير راح انزل لكم هي بالكامل عشان تكبشروها. نحتاج لجوز مجروش او قعقع، وراح نحتاج لبذور الكتان، وعندنا هنا لوز كمان مجروش من لوز البجلي. راح نحتاج لتمر معجون يكون طري زي كده. كل المكونات راح تكبوها فوق بعض، مرة سهلة ما تاخذ منكم وقت. وزيت جوز الهند، وعندنا هنا بينت بتر، خذ النوع اللي يكون عضوي. تقدروا كمان لو تبوا تحطوا، والبهارات عندنا الخلطة هذه عبارة عن قرفة وزنجبيل وهيل، جوز الطيب إذا تحبوا، قرنفل وشوية ملح، وخلصنا. يعني هي الوقت الوحيد اللي حتاخدوا الوصفة دي إنكم تكوروها، بس هو هذا الوقت الوحيد اللي حياخد منكم وقت. ممكن تكبسوها في صينية وتقطعوها مكعبات عشان يعني ما ياخد منكم وقت طويل. وخلصنا، تعجنوها مرة كويس وتكوروها. تقدروا تقدموها مع القهوة السعودية، تقدروا تحطوا سمسم، طحينة أو الهردة، في ناس تسميها زي كده. ففي النهاية حسب ذوقكم تقدروا تلعبوا في الوصفة دي. ما من جد ترى هذا الشيء مرة لذيذ، تقدروا كمان تحطوا فستق، تقدروا تحطوا المكونات اللي تعجبكم، مرة لذيذة وتعطي طاقة وصحية ومفيدة للأولاد عندكم في البيت، مرة حتعجبهم. تقدروا تحطوا كمان دارك شوكليت شيبس، يعني تحطوها تفرموها خشن زي كده، زي حجم المكسرات اللي حطيناها جوا، وتديها كمان طعم مرة لذيذ. فتقدروا تبدعوا انتوا بالمكونات اللي انتوا تحبوها وتطلعوا منها كرات صحية وتدفي كمان في الشتاء. وبالعافية.